نادي نيس الفرنسي أعلن رسميا انضمام المدافع المصري محمد عبد المنعم قادما من النادي الأهلي، وده خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي. وقع نجمنا المصري على عقد بيستمر لغاية عام 2028، ونشر النادي مقطع فيديو للاعب وعلق عليه قائلا: الآن نيس أصبح لديها الفرعون الخاص بها. ازيكم، أنا محمد عبد المنعم، موجود في نيس، متحمس جدا للبداية إن شاء الله، إن شاء الله أطلع كل اللي عندي في أرض الملعب، أفرح جمهور نيس، نيس أنيس. نيس أ أوسي سون فارون. بيانفينو شيكو. امبارح خسر منتخبنا الوطني للكرة الطايرة للناشئين أمام الأرجنتين بالدور ربع النهائي في منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة بلغاريا 2024. المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة 18 سنة فاز على المنتخب الكيني بنتيجة 3-0 في نصف نهائي البطولة الأفريقية، واللي بتقام في تونس وهتستمر لغاية 31 أغسطس الجاري، ليتأهل بالفوز ده للنهائي. أما منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة فخسر أمام المنتخب التونسي بنتيجة 3-2 في نهائي البطولة الأفريقية بتونس، ولتأهل من خلالها إلى بطولة العالم 2025. سلمى علي لاعبة منتخبنا الوطني للباراتايكوندو أحرزت المركز الخامس في منافسات وزن 52 كيلو جرام بدورة K44 للتصنيف للألعاب البارالمبية، واللي بتقام حاليا في فرنسا باريس 2024. حصلت سلمى على المركز الخامس عقب تعادلها مع الجورجية أنا باباريتزي. بطل مصري زياد طارق حصل على المركز الثامن في منافسات السباحة في سباق 50 متر حرة في دورة الألعاب البارالمبية، واللي بتقام في العاصمة الفرنسية باريس. ثنائي منتخب تنس الطاولة هناء حماد وسيد يوسف خسر أمام الثنائي الفرنسي 3-0 بمنافسات دور الـ 32 بدورة الألعاب البارالمبية والمقامة في باريس.